أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الائتلاف الوطني السوري يطالب السعودية بتوجيه دعوة للشعب السوري وممثليه لحضور الجامعة العربية وليس المجرمين الذين دمروا البلاد بحسب وصفه. قاضيان فرنسيان يأمران بمحاكمة اللواء علي مملوك واللواء جميل الحسن واللواء عبد السلام محمود الضباط في قوات سلطة الأسد أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. هدوء حذر في مدينة عزاز بعد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعة أبو زيد حسانو التابعة لتجمع الشهباء ولواء عاصفة الشمال ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق ونزوح أهالي بعض المخيمات. سلطة الأسد تعلن إصابة 16 شخصاً من موظفي السوق الحرة في مركز نصيب الحدودي مع الأردن جراء استهداف الحافلة التي تقلهم بعبوة ناسفة قرب جسر صيدا على أوتستراد دمشق عمان. عملية اغتيال تودي بحياة القيادي في الجيش الوطني طعان اليساري واثنين من أبناء عمه في قرية علوك شرقية مدينة رأس العين بريف الحسكة وفق مراسل حلب اليوم. الدفاع المدني السوري يعلن إصابة 8 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة بحادثي سير في ريف إدلب.